في دولة الكويت جنسيات متعددة، كل يوم نشوف جنسيات، لازم الوالد كان سيد يوسف الرفاعي يسافر إليهم، احنا نسألهم في بلادنا. سبحان الله. من مما تتكون أوغندا؟ أوغندا تكون من تقريبا سبحان الله ممكن 40 مليون. ما شاء الله. بس النسبة مسلمين 23. لا حلو، احنا لازم نعيش مع كل المسيحيين، يهود، نعم، بوذا، لازم. نعم. نحن تقريبا جنسيات مختلفة حقيقة. والرئيس من هو الموقر؟ الموقر الحين كان قديم عيد يمين، سمعت عن عيد يمين؟ عيد يمين، عيد يمين، نعم. الله يرحمه، صح. موسيفيني. الحمد لله. زين، هي من جيرانها؟ جيرانها عندنا كينيا، تنزانيا، زنزبار، ومومباسا. ايوه، كان الكويتيين اول في الغوص في البحر يذهبون تنزانيا، يذهبون، بس الحين قليل شو. لا، كان بعد الوالد سيد يوسف هاشم السيد احمد الرفاعي وزيرنا بشيخ الطريق الرفاعي صوفيا سافر وايد بلاد افريقيا، وفي داعيه شو اسمه، نعم، مين، الشيخ الله يرحمه الرفاعي هناك في قادسيه اظن، المنصوريه. ايوه، المنصوريه. كان يدي الله يرحمه المحامي الاول سيد هاشم بالقادسيه. نعم. كان واحد داعيه كويتي يذهبوا افريقيا، السميت رحمهم الله، فاتح على روحه والوالد جميع، لانهم خدموا لوجه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ماتوا اليوم شيوخ الاله الصباح الكرام، امين. قول والله واحد، خلينا. اي والله، بسالك سؤال واحد ممكن تجيبني؟ لا بس. دائما يقولون البشر السمراء طيبون، بس اذا زعلوا خلاص ياكلون البشر. هذا اذا هم ما يعملوا مشاكل، سبحان الله طبيعتهم. اي والله، ان شاء الله، والبيض والسمن. زين، بسالك سؤال، الوالد له مريدون في الطريقه التيجانيه والمريديه والشاذليه والرفع، هذا في الغرب افريقيا. ايوه، الصوفيون. يعني مره في اخوان من شرق افريقيا كانوا راح هناك، هم اللي عرفوني عند الشيخ رفاع الله. كان السنغاليون والموريتانيون واكثر شيء. نعم، نعم، وسنغاليون. سنغاليون. نعم، نعم. وانت كم سنه في دوله الكويت الحبيبه؟ انا درست مهديني. الله. جامعه. انا درست مع ادريمان شرع في حيل بالسبعين، بس بالثانويه اختبرونا انا في القرطبه. في القرطبه، نعم. بس احنا في حيل كنا. كنت في حيل، فاجئنا الى سره ممكن، صعدت. ايوه، انت مذهب شافعي ولا حنفي ولا حنبلي ولا مالكي؟ نحن شافعيين. مثلنا. اي نعم. زين، بسالك، لماذا امه الاسلام متفرقون؟ متفرقون؟ ولا يزالون مختلفون. اي أيوة والله، فنحن مختلفين الى ابد الى قيام الساعه. قال صلى الله عليه وسلم الى 72 فرقه كلهم في النار الا واحد. الله اللهم ان شاء الله نتعاهد انا وانت ومن نراه على ان ننبذ الخلاف. نعم. ونعيش على الكوكب الارضي بكل محبه. الله اكبر. قل آمين. امين. اسمك الكريم؟ حمزه ابراهيم. العائله مبوسه. حياك الله. شكرا سيدي، الله يحفظك، جزاك الله خير.